بسم الله الرحمن الرحيم، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. ده شعار الاتحاد الدولي للإنقاذ، وكمان شعار الاتحاد المصري للإنقاذ. طبعا هو ده موضوعنا النهاردة، لأن في الصيف بيتعرض بعض المصيفين لحوادث الغرق، وعشان كده النهاردة احنا هنعرف أكتر عن الجهود المبذولة لحد من الغرق، وكمان هنشوف مع بعض محاكاة لحادث غرق وازاي نعمل انقاذ بطريقة سليمة. احنا معانا دلوقتي كابتن نبيل الشاذلي، المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وكمان عضو لجنه التعليم للاتحاد الدولي للانقاذ. اهلا بيكم، منورنا في برنامج 8 الصبح. اهلا بحضرتك، واهلا ببرنامج 8 الصبح بقناه دي ام سي اللي جايه النهارده ومهتمه بموضوع مقاومه الغرق اللي العالم كله النهارده بيتكلم عليه وبيحتفل بيه يوم 25 يوليو من كل عام باليوم العالمي لمقاومة الغرق، واللي بتبناه في مصر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تحت رعاية معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أهلا بكم، نورنا يا كابتن نبيل. في البداية كده أنا حابة أعرف إيه أهم أسباب الغرق؟ أهم أسباب الغرق هو طبعا قلة معرفة السباحة أو الجهل بالسباحة، والناس اللي بتحط نفسها في مواقف ما هياش مهيئة لها. يعني واحد ما بيعرفش يعوم ما ينزلش في منطقه فيها طيارات فيها دوامات، منطقه اعمق من العمق اللي هو يقدر يعوم فيه. دي اهم اسباب الغرق، بجانب طبعا بعض الشباب اللي هم ما بيقدروش يحددوا قدراتهم في السباحه. يعني هو فاكر نفسه ان هو سباح جامد، لكن يجي يقدر يعوم 50 متر، بعد 50 متر بيتعب بينهج بيتعرض الى الغرق. دي اهم اسباب الغرق، بجانب طبعا الاطفال. اهم ناس بتتعرض للغرق هو الاطفال اللي تحت 7 سنين 8 سنين اللي هم لسه ما اتعلموش سباحه، دول اكتر ناس بيتعرضوا للغرق. طب ايه جهود الاتحاد لتقليل حوادث الغرق في مصر؟ الحقيقه الاتحاد المصري للغوص والانقاذ طبعا وبرعايه وزاره الشباب والرياضه هو الجهه في مصر اللي مهتمه بهذا الموضوع من سنين طويله، مش بس النهارده، اذا كان النهارده العالم كله مهتم فاحنا مهتمين اكتر من 30 سنه دلوقتي. الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بيعمل على نشر ثقافه الانقاذ. يعني ايه ثقافه الانقاذ؟ يعني ان انا اخلي ناس تفهم معنى الخطوره اللي بتكون موجوده حوالين الميه، لو هو على حمام سباحه او على شاطئ بحر. اللي ما بيعرفوش يعوموا طبعا بيبقوا معرضين، وبعض اللي بيعرفوا يعوموا ربما واحد عنده بيتعرض لازمات قلبيه او ما بيقدرش يحدد قدراته. كلمنا شويه عن الدوره التدريبيه التاهيليه للمنقذين. في ناس كتيره مش فاهمه مهام المنقذ او ايه عمل المنقذ. ناس كتيره تقول لك انا اجيب منقذ عشان لو حد تعرض لغرق هنقذه، ولكن المنقذ له مهام اكتر من كده. المنقذ بيقوم 3 وظائف رئيسيه مهمه جدا جدا جدا. الوظيفه الاولى هو تامين المكان اللي بيعمل عليه، لو على شاطئ بحر زي اللي احنا موجودين عليه ده يبقى لازم عدد مناسب من المنقذين، ادوات الانقاذ تكون موجوده، ادوات الاتصال تكون موجوده، ادوات الاسعافات الاوليه تكون موجوده. ده بامن المكان عشان اقلل من حوادث الغرق او امنعها على الاقل. ده المهمه الاولانيه. المهمه الثانيه ان المنقذ هيكون عنده مهارات كافيه انه لو حد تعرض لغرق في الميه هيضطر ينزل الميه علشان ينقذ هذا الشخص اللي تعرض للغرق لغايه ما يطلعه بره، سواء كان عايم على سطح الميه او غطس تحت سطح الميه. مؤهل المنقذ للقيام بهذا العمل، دي المهمه الثانيه بتاعته لغايه ما يطلعه. الوظيفه الثالثه اللي مهمه جدا جدا والحقيقه واحنا الاتحاد بيهتم بيها جدا وهو الاسعافات الاوليه. يعني الشخص اللي طالع الميه احنا مش عارفين حالته ايه، هل هو مغمى عليه، هل هو القلب متوقف، هل هو التنفس متوقف. في الحاله دي المنقذ بياخد التدريب الكافي ليعرف يتعامل مع الحاله ويقوم بالاسعافات الاوليه الى ان يحضر رجل اسعاف او يحضر الدكتور اللي هيكمل العمل. ولكن اول شخص بيقابل هذا الشخص اللي تعبان او المتوقف عن التنفس او القلب بتاعه توقف هو المنقذ اللي هيقوم بهذا العمل. وده الجهد الكبير اللي بيقوم بيه الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. هل يوجد شاطئ امن؟ هو الشواطئ طبعا المفروض ان شواطئ ان احنا
الجهه المسؤوله عن الشاطئ بتامن ان الشاطئ ده بالوسائل المعروفه، ان اول حاجه ان لازم يكون عليه منقذين، عدد كافي من المنقذين لتغطيه المكان اللي بيقوموا الناس اللي هي عشان ما تعرضش للغرق. ادوات الانقاذ تكون موجوده، ادوات الاسعافات الاوليه، ادوات الانذار والتنبيه تكون موجوده. لما بيكون الحاجات دي موجوده بنقلل جدا من حوادث الغرق او بنمنعها تماما. والحمد لله بعد الجهود اللي بيعملها الاتحاد المصري للغوص والانقاذ قل جدا جدا اعداد اللي بتغرق في اماكن مختلفه، الا بعض الاماكن اللي هي لا تستوفي الشروط الواجبه للشاطئ الامن او لحمام السباحه الامن. شكرا جدا يا كابتن، وبجد يعني حاجه جميله وحاجه مشرفه وخدنا معلومات جميله، وان شاء الله هيكون في حوار تاني ان شاء الله. شكرا، شكرا لحضرتك وشكرا للقناه والبرنامج. معانا دلوقتي كابتن محمد خليل رئيس اللجنه الفنيه بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ. اهلا وسهلا بيكم، نورت. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه كده يعني عاوزين يعني تكلمنا عن الدوره التاهيليه للمنقذين. حضرتك الاتحاد وظيفته الاساسيه بالنسبه للمنقذين ان هو بيأهل المدربين طبقا للبرنامج الدولي اللي هو معمول لتأهيل المدربين، وبالتالي المدربين دول اللي هم اللي بيأهلوا للمنقذين للعمل على حمامات السباحه او الشواطئ، اي بيفتح فرص عمل كبيره للشباب. الدورة دي طبعا المنقذين بتاخد حوالي أسبوع، بياخد فيها مهارات الإنقاذ كلها اللي تواجهه، اللي بيحصل في حمام السباحة، إزاي تنقذ طفل، إزاي تنقذ رضيع، إزاي تنقذ راجل كبير أو ست كبيرة، بالإضافة إلى الشواطئ. طبعا شواطئ اسكندرية ممتدة، وبالتالي إن الناس اللي بتشتغل أكتريتها في الشواطئ بياخدوا الدورات دي بكثافة كبيرة جدا. والدليل على كده هتلاقي في كل الناس اللي شغالة في الشواطئ معاهم ترخيص اتحاد المصري للغوص والإنقاذ. طيب برضه عاوزين نعرف، أو السادة المشاهدين عاوزين يعرفوا إيه الشروط والأسعار وكمان الاماكن دوره التاهيل للمنقذين. الشروط ولا يقل المنقذ عند تقديمه للدوره عند 16 سنه، يعني اقل من 16 سنه ما ينفعش يقدم للدوره. مده الدوره اسبوع زي ما اتفقنا. البرنامج اللي هو محطوط لنا من الاتحاد الدولي للانقاذ، وبيتابعوا طبعا التملي بيبعت لنا المستجدات وبيتابعوا الرسوم طبعا المدرب هو اللي بيحددها، بس اتفق اخيرا ان الرسوم الاتحاد بيدخل له في سبيل ان هو يدي الكارنيه ويبعت المختبر علشان يختبر المنقذين بعد انتهاء الدوره، يشوف اللي نجح مين واللي ساقط مين، دي في حدود 450 جنيه، يعني الاتحاد بينوبه 450 جنيه. اما المدرب فاعتقد ان الاتحاد وضع شروط لا تزيد عن 1500 جنيه في الدورة للمنقذ. شكرا جدا لحضرتك، وطبعا نورتنا، ودي حاجة طبعا ان الواحد يعرفها، دي حاجة كويسة جدا ان هو يعرف معلومات عن انقاذ والغوص. شكرا جدا لحضرتك كابتن محمد خليل. شكرا جدا. شكرا، شكرا، شاكرين يا فندم. غريق امسك. كابتن فارس أبازاي مدرب دولي يعني في الإنقاذ وكمان بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أهلا بيكم، نورنا. أهلا بيك. يعني في البداية كده عاوزين نعرف إزاي نقدر ننقذ حد بيغرق قدامنا. الغرق والتعامل مع الغريق دي حالة إنسانية في المقام الأول، فلازم الكل يعرف يعني إيه بنتعامل مع الغريق. تمام. طبعا بالنسبة للمنقذ أو أي حد على الشط لازم يبقى مأمن الشط الكويس، المسطح المائي يتم تأمينه، بنحدد المكان الصالح للناس اللي بتعوم فيه. لا قدر الله حالات الغرق ممكن تحصل، كرامب، قطع نفس، غيبوبة، فلازم يتعامل مع الغريق بحذر. فاللي هينزل يتعامل مع الغريق لازم اولا ما يجيش من وشه، يجي من ظهره، يحاول قدر الامكان. واذا جه من وشه احنا طبعا في دورات الانقاذ بنعلمهم ازاي مسكات وتخلص، يتخلص ازاي من الغريق عشان يعرف يمسكه كويس ويتاكد اللي هو فيه نفس، يخلي الانف والوجه لاعلى
ويبتدي يسحبه للخارج، ولازم يتحكم فيه لو هو طبعا غريق متهيج او نيرفس، او لازم هو يتحكم فيه لغايه ما يطلعه بره، ويبتدي التعامل معاه من اول ما يطلع الميه لاقرب مكان جاف مسطح عشان ينام على ظهره. تمام، يعني ايه؟ طب ايه الاخطاء الشائعه في التعامل مع الانسان اللي بيغرق؟ اول خطا طبعا اللي هو بينزل بيحاول يمسكه من وشه، فطبعا بيتعلقوا في بعض وممكن الاثنين يغرقوا. يا ساتر يا رب. اول خطا اللي نازل ممكن ما يكونش عنده كفاءه اللي هو بيعوم، او مش مستخدم ادوات، او ما بلغش. لازم طبعا انا لو انا شفت غريق اول حاجه بقولها وانا نازل بزعق غريق غريق عشان الناس تاخد بالها، عشان الناس تاخد بالها، الستاف ياخد بالها ان انا نازل فيه. مش ننزل احنا الاثنين نغرق. طبعا لو انا بروفيشنال او المنقذ واخد دوره طبعا اكيد مع الكرو اللي موجوده على الشط بيبقى عنده الاجهزه والمعدات وبيبقوا منظمين الكلام ده ومستعدين دايما للحال. لكن لو اي شخص عادي نمره واحد لازم عشان ينزل لازم طبعا عيول غريق، يبقى الناس عرفت ان في غريق. لو هو بيعرف يعوم يحاول لما يوصل للغريق ولقاه بيتكلم يحاول يرفعه ويهديه. واهم حاجه ما يمسكوش من وشه ويتعلقوا من بعض، لازم يجي من ظهره ويتحكم فيه. ايه الاسعافات اللي المفروض نعملها بعد يعني خلاص غرق وطلع وانقذناه؟ ايه بقى الاسعافات بقى اللي المفروض نعملها بعد ما بيطلع من المايه؟ اول حاجه لما بنطلع الغريق من المايه قلنا هنحطه في ارض مسطحه، لازم يبقى نايم على ظهره. تمام. واحد انا هتاكد من الاي بي سي اللي هي الاير اللي هو مجاري المجرى بتاع الهواء، هل هو في حاجه سداه ولا لا؟ هل الغريق بيتنفس او واعي او لا؟ فانا لو شفته فايق وبيتنفس وعنده نبض بحطه في وضع الافاقه اللي هنوريه لكم في العملي. تمام. لو هو ما بيتنفسش وعنده نبض ببتدي التنفس الصناعي، لو هو ما عندوش نبض ببتدي الضغط على القلب من مكان معين، برده كل الكلام ده هيتشرح في العمل. لو احنا لقينا كذا واحد بيغرق طبعا انا لازم ادي انبه الناس اللي في كذا واحد بيغرق. طبعا يفضل اللي هينزل يبقى بروفيشنال في السباحه او بيعرف يقوم، هياخد ادوات معاه زي عوامه الانقاذ او ياخد البورد معاه لغايه ما يجي له الامدادات من باقي زمايله. هو لو وصل بالبورد هيحاول يهدي الغرقه، يخليهم يمسكوا البورد، يخليهم يتعلقوا في عوامه العوامه اللي معاه، يحاول يهديهم لغايه ما ايه يجي زمايله يطلعوا. تمام، شكرا جدا كابتن فارس ابهزيد، يعني مدرب دولي للانقاذ، وان شاء الله كل المعلومات دي يعني ان شاء الله الناس كتير ان شاء الله في العمل يعني نشرح بطريقه مبسطه عشان كل الناس تعرف تتعامل ازاي، او مشاهدينا يعني يستفيدوا منها. ويا ريت ما تنسوش المعلومات دي، يا ريت تبقى عندكم في الذاكره. شكرا جدا ليكم ولك انت كمان كابتن فارس. شكرا. النهارده من مدينه الاسكندريه، وطبعا يا رب تكونوا استفدتوا، واحنا كمان استفدنا من الكباتن اللي كانوا معانا النهارده في الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. وطبعا بشكر شكر خاص لكابتن نبيل الشاذلي اللي كان معانا، وكل الكباتن اللي كانوا معانا النهارده في الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. وطبعا ابدا يومك صح.